مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما وعدناكم في الفيديو السابق اللي تناولناه مع ليلى فيما يخص الموضوع الشهير تامي بناني، معايا الأستاذة زين بخيار محامية بهيئة الدار البيضاء، غادي نشوف معها هذا الجديد كذلك في الموضوع. أستاذة، دزنا مع أستاذة ليلى في الموضوع، أعطتنا مستجدات وتكلمات عن شكاية بشخصيات في الموضوع كما صرحات. كيفاش كتشوفي انت هاد الامور وكيفاش بادرتي انت اللي مسؤوله في الاطار القانوني بهاد الشكايات؟ كيفاش؟ السلام عليكم استاذ يوسف، كنشكركم من هذا المنبر كما عهدنا. بالفعل كما قالت الاستاذه ليلى بان وضعنا شكايه ضد اسماء وازنه اللي عندي ثاني بشكايات اخرى من ضمنها شكايات كتعلق بناس اخرين اللي كان مسبق دينا بهم شكايه الفارطه. وحنا انا بالنسبه لليلى العماني، استاذه ليلى العماني، انا كتقول بان تكييف المتابعه الاختطاف والاحتجاز الى يومنا هذا تحت غرامه تهديديه قدرها 5000 درهم. حنا ماشي دايرينها غير هكاك عبثا، لاننا درناها عارفين باننا انا كنتعهد وتعهدت امام الرئيس الجلسه الفارطه بان التهامي مات مقتول مقتول مقتول، لانه اول ما تعطى. حنا علاش تكيفت المتابعه؟ لان شفنا بان باش دير مطالب مدنيه الاستاذه حياه خاصها دير عدد المتورات، باش دير عدد المتورات خاصها شهاده الدفن وخاصها شهاده القفر، خاصها تموتوا تمشي لمحكمه الولفه دير تموتوا باش يعود متوفي باش تحطم الحاله المدنيه، عادي يمكن لها تصرف كمطالب بالحق المدني. اما بالنسبه للاختفاء والاحتجاز ماشي داعي لهذ الامور، تنصبنا كمطالبين بحق المدني السيده حياه بوحدها. علاش؟ لاننا حنا متيقنين بان ذاك القتل العمدي اللي داروا ليه واللي فيه متورطين فيه ناس كبار ووازنين وناس اللي يستروا الناس اللي داروا الناس اللي ساعدوا، هذاك الشيء كاين في الهواتف النقاله. ما لا يكفي الصوره اللي مشات من الملف، الصوره اللي فيها بناني اللي شفتها بعينيه واكدها القاضي ديال الموضوع قدامهم فين مشات الصوره. إذن أنا غندير دوري واحد الشكاية الوكيل العام للملك بناء على هذه الصورة في المشهد، وثاني باش يخرج الفرقة الوطنية باش دير لي جميع الهواتف النقالة، لأن هذيك الهواتف كانت غير كافية. واش داروا ثلاثة الهواتف؟ جوج هواتف ما فرغوش لنا الملف الهاتف النقال ديال المتهم الثاني الرئيسي. علاش؟ ما فرغوش ديال اللي في كندا. علاش؟ ما فرغوش ديال الاباء. علاش؟ عندنا 80 واحد ما فيهم اصدقاء ديالو، كل شيء عندنا هواتف 80 دايره الفرقه الوطنيه، ولكن داروا لنا جوج هواتف النقاله ديالو. والتهامي بناني اللي هو اللي مقتول ما كانش هاتف النقال ديالو، مع العلم ان كاين تمركزات فين كانوا، وهذا مع فين كان هذا الوقت، الاب اتصل بهذا الاب في هذا الوقت، هذا مشى عند هذا بات عنده في ذاك النهار، واحد كان حدا واحد المستشفى الجامعي اللي كان قديم في عهد الاستعمار ديال الاعضاء ديال السده الاعضاء، كانت متمركز ذاك المتهم الرئيسي وهضر مع 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 الاب ديال اللي نزل من السياره اللي هو قاصر، وهضر معاه في نفس الوقت كيتسنى جات مكالمه، ديك المكالمه ما جاوبش عليها لانه كيتسنى مكالمه اخرى، وهذيك المكالمه الاخرى هي اللي جاوب عليها. اذا هنا راه باينه الوقائع هما ما كاينينش حقيقه، ولكن حنا قلنا الاختفاء والاحتجاز حيت عندنا الصفه في القتل. لا يعقل بان قاضي التحقيق غايجي يتابع ناس بالقتل عمد مع اخفاء الجثه هباء ومنثورا، مع العلم انه وهمونا بالنسبه للدري القاصر. علاش خرجوه؟ علاش خرجوه؟ كان خاص يدعو مطالبه بالحق المدني اللي هي محاياه ولادها، قاضي التحقيق مجبر باش يدير لهم، ما جاب داروه في السريه وداو الجنحي وخرجوه، حيدوا لي البراءه فيما يخص كل شيء. كيفاش البراءه فيما خلوا لي متابعه بان بيانات كاذبه؟ تاع عدم التبليغ ما داروش شيء. وبالنسبه لهذيك اللي قال لك مريضه اللي هي قال لك ما تجيش، حنا ما بقيناش غنعتبروها شاهده، لان ما يمكنش، لان القاضي الموضوع امر جوج مرات، المره الاولى باستدعاء عاديه كاينه وما جاتش، المره الثانيه قال لك بانها عن طريق القوه العموميه ما جاش، المره الثانيه عن طريق القوه العموميه ما جاش. اذا حنا كما قال الاستاذه ليلى ما كاينش تغريم في هذه القضيه، حنا راه غنتابعوها لان عندها متابعه
اول حاجه لان بناء على اقوالات حركه المتابعه في 2016 والخبره دارت 2017 وكيفاش بقات من 2017 وهو الخبره كاينه عند قاضي التحقيق حتى 2019 هذا اعتقلوا الدراري وانت عندك الخبره من 2017 واش هادشي في تمويهات كيفاش بغيتينا حنا ما نقولوش بان نقولوا هذا باقي حي الدري مقتول خاصه نعرفوا الطريقه ديال القتل ديالو كاينه في التليفونات عند الاباء كلشي يكون المكالمه اللي كانت في العام مع من تكلموا الاباء لان انا متيقنه وعدم متيقنه والعالم كله متيقن بان هذا الدري مقتول علاش غادي يخطفوه علاش غيختاجوه علاش غيختطفوه علاش كون كانوا اختطفوه كون جابوه دابا السؤال اللي عندي معك ودي عندي سؤالين السؤال الاول هو هاد الشخصيات اللي قلتو نتوما درتو بهم شكايه بحكمتي على الاطلاع انا ما بغيتش الدقه لانه داكشي غادي تحتاجوه نتوما خص يكون في السريه ولكن اللي تنوي الراي العام اكثر نحاولوا ما امكن نحطوا الناس في الصوره في الموضوع لهم صله هاد الناس بالملف مأكدة استاذ معلوم لهم صله بالملف ما دامت استاذه حياه دارت 2013 شكايه حسات التماطل حسات الكذوب حسات دارت في شكايه 2013 حطينا القاضي الموضوع في الجلسه 2013 لو فيما يخص هاد الشكايات الجداد اللي دابا بالشخصيات قلت الشكايات الجداد هما لهم صله في الموضوع هاد الشكايات الجداد غتحطهم استاذه حياه شخصيا وهي تحت مسؤوليتها وتحت رقابتها لان هي ضروري اضطرات غدير مباشره ضد الناس اللي هي باينه فيهم تورطين في القضيه وهادشي كله ما عندنا ما ندير بهادشي لان خبره على الهواتف هي اللي فيها القتل لان مادام انا عند كنت كنحضر في الجلسات مع 46 جلسه حاضرين واش هنا ولات عندنا هنايا كيفاش راه باينه القضيه لحد يومنا هذا باقي التمويهات وحنا مادام حكموا لنا قال لنا الهيئه مشكوره كانت حكمت لنا نخرجوا القبر 440 في خمسات الجوتات وخاص ضروري يبلغونا داخل اجل خمس ايام ما تحسبش اعياد وما تحسبش السبت والحد جاونا نهار اول عيد نهار العيد جاو عندنا عرفوا بنت غدا الكار هذا جاو عندنا نهار العيد قالوا مع العشرات اللي قالوا ما غاتكونش عارفين متبعين الخطوات ديالها الحمد لله قالوا هذاك الدري اللي الولد اللي كان نزل خد هاتف نفس الولد سبحان الله هو اللي جاو عندو قالوا لي الوالده ديالك اتصل بينا قالت لي مع جوج اللي درت لي التليفون قالت لي علاش ما عرفاش ينساز ترى الخبره خبره جينيه سيري عندهم غدا وخا ثاني عيد ممنوع عندهم يجيو عندك وسير قول لهم عطوك السيده يقول لهم دير ذاك النهار يعني ما تبلغناش قانونيا مع العلم اننا واخا ما تبلغناش قانونيا طبقوش هنا الفصل 63 لقينا كلشي موجود القائد ديال المقبره جالس تما القائد ديال المنطقه جالس تما المحافظ ديال المقبره اللي كان معقش عايش حتى في 2019 ولا عاقل على دابا لقينا نائب الوكيل العام لقينا جوج لقينا الدرك ديال المحمديه لقينا الدرك ديال الاخر ديال الرباط جوج اطباء جايين من الرباط في الدرك ديال الرباط باش يديروا الخبره دخلنا احنا ما يمكنش ما تبلغوناش هذا خرق بحد ذاته في الاخيره استاذه خرجت الجثه وانت لا ماشي في الاخيره كون ما مشيناش ما بغوناش نجيو واش حنا غنبقاو نتناقشوا في نقول لهم لا ما هادشي ماشي منطقي ولا نقول لهم هادشي ماشي اجل ما عطيتوناش مسدعيه هادو بامكانيتهم يديروا لنا باننا كاع تبلغنا انا ما شفت انا ذاك النهار ما عمري ما غنسى ذاك النهار اللي جينا قينا القبر شاعرين فيه العافيه هذا باقا ديك هذيك القبه اللي كتكون في القبر حتى دوك لي زيكس ما بانين عليهم ما والو وكاينه حفره في ذاك القبر كانت غتطيح طاح فيها الاستاذه حياه انا كتاجي دير العافيه تما جبدو جثه صحيحه باقي حال الناس جزو جوج الناس واش واحد مقصود 2007 غيجيبو جوج الناس عرفنا بان ما يمكنش مشينا لا حدا المقبره قلتنا اش كاين سولت انا اللي حفر قال لي لا اله الا الله محمد رسول الله دخلت عند مرت الاستاذ قالت كذا هذه راه ما يمكنش واحد يشعل العافيه سولت المحافظ قال لك متلاشيات واش ما بانتك متلاشيات حدا بالناري تامي ملي مشينا لا مورك لقينا يعني جبدناها انا كنخاف من الموت والله ما بقيت كنخاف بان لي هذيك هازه عظم كدور به انا بارك نقلب تانا فاز قد كونجي وحشومه وعار علاش حنا غنبقاو حتى لهاد الدرجه ماكم ما تقولوا الحق علاش
واش شي فوق شي واش القتل هذا راه كاين عند الدنيا هذه راه الدنيا راه والو علاش كتموتوا فينا حنا وتموتوا موتوا المغرب كله علاش كاش غيكونوا هاد الناس كاع كاملين اللي باغي يفلتوا من العداله علاش غيكونوا اللي دار شي حاجه يجينا من تما ما بقاش هاد ما بقاش دير بعدا تقنيه انت في حاجه ولي تابعه الملف في جميع من بين الساده الثغرات القانونيه اللي كاينه في هذا الموضوع بالضبط هو الفرق بين القتل وبين الموت. القتل اطار قانوني بوحده والموت غادي يكون داك المساله لا. اللي كتتعلق بعدم تقديم مساعده لشخص في حاله خطر او مات ودفناه. هذا الملف من الاول جاي في التمويهات لا يعقل بان الخبره جات المحكمه في 2017 ما اعتقدتش الدراري حتى 2019 ما معنى بان درتي القتل العمد هما تيقولوا ماتوا حنا قال تليفون واحد كيفاش تليفون واحد كيفاش عرفتو مات نتوما اطباء قتلتو قال مات انا كنتعهد الرساله اللي حامله القسم اللي مأديه قدام الله والعبد بان قتلوه ودليل على ذلك جيبوا لنا الهواتف النقاله معروف البنت قالت لهم تحلفت في القران كتقول قسما بالله تقتلوا حرقوا ولا حب بحر ما تجيبهاش فين فراغ وعلى الاقل غتتبع عدم تبليغ لان قالت لهم وكاينه الشاهده مستعده تشهد اذا ما يمكنش تحريم قومه انا ما كنقولش دابا انا مع عمري ما قلتش في راسي لان ما يمكنش يخطفوه علاش غيخطفوه قتلوه واللي كمل الجريمه داروها الصغار وكملوها الكبار اما قريب الجلسه يمكن 29 تسعود نقول لك واحد القضيه ثاني بالنسبه للطماطم اللي كيقولوا الناس دابا مثلا ما يمكنش محامون هما كيعطلوا جلسات بقى 15 عام لا راه هاد الميل بالنسبه لهاد الميل راه دابا يقدر ثلاثه الجلسات يخرجوا الهواتف النقاله ويستدعوا جميع الاطراف يحضرهم ويسالي الميل ماشي حنا اللي تماطلنا المحكمه اللي تماطلات ماشي حنا ندور المحكمة لأن بقى التستر تستر تستر حتى 2019 من 2019 هو التستر تستر إلى يومنا هذا واش حنا غنبقاو في هاد 135 عام ولا شنو؟ راه ما يمكنش حتى دابا باقي كنأكد لا بغاو يجيبوا الحقيقة راه ساهلة ما مانع من استفراغ الهواتف ما مانع من إحضار جميع الأطراف أشنا هما الأخرى اللي في كندا يجيب الأنتربول هذين المحامين تما هادو اللي هنا يجيو متهمين وتبان الحقيقة ما يمكنش أستاذة كنتمنى لك التوفيق ملف عدد كبير من المغاربة تبعينه مشاهدينا الكرام مجموعة من النقاط جديدة في الموضوع والجلسة إن شاء الله نتمنى أن يكون فيها جديد للحد من تصدع في هذا الملف مشاهدينا الكرام نحن تتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم